بحسب منظمة الصحة العالمية، ارتفع عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري حول العالم من 108 ملايين شخص في عام 1980 إلى 422 مليون شخص في عام 2014. يعتبر مرض السكري من أبرز الأمراض المزمنة في عصرنا الحالي. مرض السكري هو عبارة عن مرض العصر حالياً في الوقت الحالي. يعني في إحصائيات أنه على مستوى فلسطين ما يقارب 10% من الشعب مصاب بمرض السكري، وهذا تقريبا مشابه لإحصائية بالأردن أمريكا، تقريبا هيك 10%. بس في بعض الدول للأسف منها دول عربية دول الخليج يتجاوز 25% من السكان يعانون من مرض السكري. فهذا المرض يعني مرض خطير، يعد في الوقت الحالي من الأسباب الرئيسية للوفاة للأسف، ومن الأسباب الرئيسية لفقدان النظر. طبعاً في عنا نوعين رئيسيات للسكري، تايب 1 تايب 2. تايب 1 أكثر بصيب العمر الصغير، والحمد لله بشكل تقريباً يعني مش نسبة عالية من السكر، تقريباً 5% من السكر بشكل عام. تايب 2 أو النوع الثاني اللي هو أكثر شيوعاً، اللي هو بصيب العمر الكبير، أغلب شغلنا مع النوع الثاني من السكر. طبعاً أسبابهم السبب الرئيسي اللي هو نقص هرمون الإنسولين، يا إما بيكون نقص بإفرازه يا إما نقص أو خلل في مستقبلاته، فالمحصلة بيكون في نقص في هرمون الإنسولين وما يتبعه من تفاقم أو تراكم للجلوكوز في الدم وهلما جرى من مشاكل. قد يشعر مرضى السكري بأعراض مختلفة، منها التعب والإرهاق المفرط والشعور بالعطش المستمر والرغبة دائما بشرب الماء، بالإضافة إلى زيادة التبول وكمية البول، كما أنه قد يفقد وزنه بشكل مفاجئ، وقد يصاحبه الشعور بالجوع المستمر. صابني السكري وأنا بالحمل الخامس. أنا ما عرفت أنه معي السكري إلا بعد الحمل، اكتشفوا بالمستشفى. ما اهتميتش، ما أخذتش أدوية، صار يعلى معي، صرت أعطش كتير، ما أقدرش أمشي، أدوخ، أتعب. أنا أصلاً كان عندي ضعف النظر، بس مع السكر وما اهتميتش وقلة الأدوية زاد شوي الضعف معي، بس الحمد لله صرت أتابع وصرت منيحة. لازم الواحد يتابع. اعتلال البصر وتحديداً في شبكة العين هو أحد أهم المشاكل التي يعاني منها مرضى السكري، عدا عن مشاكل أخرى كالإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الأعصاب وما ينتج عنه من إصابات في الأقدام التي قد تصل لبترها، كما يصبح مريض السكري عرضة لتلف الكلى. العين كأي جزء من الجسم تتأثر بشكل مباشر من السكري. من المعروف أن السكري بأثر على كل أجزاء الجسم، بأثر بشكل رئيسي على الأوعية الدموية الدقيقة، وكما في أي جزء من الجسم العين بتتأثر الأوعية الدموية الدقيقة في كل أجزاء العين تقريبا. أكثر أجزاء العين تأثرا بالسكري اللي هي الشبكية للأسف، اللي هي تقريبا أهم يعني أهم عضو بالعين أو أهم جزء بالعين اللي هي المسؤولة عن النظر بشكل مباشر. بيأثر كمان السكري على كل الأعضاء الأجزاء الثانية، ممكن يعمل المية الزرقاء أو اللي هي المية البيضة في ناس بيسموها والكاتركت، ممكن يأثر على أعصاب العين، بيسوي لنا أعصاب الدماغية، ممكن يجي المريض صار عنده نوع من الحول أو صار عنده نوع من الإزدواجية في الرؤية، فبنفحص بنلاقي صار عنده مشكلة في العصب، وسببها الرئيسي اللي هو السكري. منذ 137 عاماً يعمل مستشفى سان جون للعيون ليقدم خدماته لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني بمجموعة عياداته في البلاد. مستشفى العيون هو أول مستشفى عيون أسس سنة 1882، كان أول مستشفى عيون في الشرق الأوسط. مستشفى العيون هو مستشفى خيري. على مستشفى العيون تحول اسمه إلى مجموعة مستشفى العيون. ليش؟ لأنه هلا صار عندنا مستشفى الأم في القدس، وعندنا مستشفى في غزة، وعندنا مستشفى في الخليل، وكمان عندنا مستشفى في أو مركز في الشمال في عنبتة، وعندنا كمان عيادة في البلد القديمة.
مستشفى العيون هو مستشفى خيري يقدم جميع خدمات العيون للمرضى بغض النظر عن الدين أو الدياني أو العرق أو القدرة على دفع رسوم العلاج. مستشفى العيون هو مستشفى تعليمي، نحن نقوم بتعليم الأطباء يتخصصوا في المستشفى وتدريبهم على أساس يكونوا أخصائيين عيون، وكذلك الممرضين بيقضوا سنة كاملة عندنا يتحولوا إلى أخصائيين في تمريض العيون. مستشفى العيون زي ما حكيت لك هو يتكون من 36 سرير، في عندنا 3 غرف عمليات، وجميع الخدمات المتوفرة في مستشفى عيون تغطي كل احتياجات المرضى ما عدا مرضى اللي عندهم حالات السرطان في العين، وهذه الحالات هي قليلة واحنا عادة بنقوم بتحويلها المرضى إما للأردن أو إلى في غزة بنحولهم على مصر. على مدى السنوات العشر الماضية تم تدريب أطباء العيون الفلسطينيين وتمكينهم ليعملوا في أقسام المستشفى المختلفة. أقسام المستشفى عن العيادات الخارجية بتقدم الخدمات لجميع المرضى بشكل عام، مرضى العمليات ما قبل العملية وبعد العملية، وكذلك مرضى السكري بنقدم لهم العلاج في العيادة الخارجية، علاج الليزر والحقن. في عندنا الأقسام الثانية اللي هي الأقسام المبيت الأطفال، عندنا 10 أسرة للأطفال، في عندنا كمان قسم للرجال وقسم للنساء، وفي عندنا 3 غرف عمليات، وفي عندنا القسم اللي هو قسم العناية اليومية، يعني المرضى اللي بياخذوا العلاج بنفس اليوم. بالإضافة لذلك في عندنا العيادات المتنقلة اللي هي بتزور المناطق المهمشة في فلسطين، تيم أو فريق من الأطباء والممرضين بزوروا هذه المناطق وبقدموا الخدمة بدون أي مقابل. تلاقي إنه نظرك ضعف ولا إيش، لازم تروح على الدكتور، بلكي بدك نظارة، بلكي بدك إيش نظارة، بلكي بدك تغير قياسك، بلكي صار عندك انفصال بالشبكية إشي هيك، يعني لازم الواحد يتابع. نظم الأكل، اعرف شو تأكل، العب رياضة مثلاً، التمارين الرياضية. يا ريت إنه المريض السكري زي ما بيهتم إنه مثلاً يأخذ الدواء أو يأخذ الأنسولين، يهتم إنه في فحص عيون. يعني ما تنسى إنك أنت ما مش راح تنسى إنك تأخذ الأنسولين أو تأخذ الدواء، بنفس الوقت ما تنسى إنه عيونك حتى لو كنت تشوف منيح، حتى لو كنت تشوف منيح، يعني في ناس بكون نظرهم 6/6 وبيحتاج عملية في العين، لأنه أصلاً الأمور بتكون من زمان، وعدم الاهتمام أو عدم الفحص الدوري للأسف الشديد بيؤدي إلى مشاكل لا يمكن السيطرة عليها إذا يعني ما اكتشفناها في الفترة المبكرة من المرض. فالفحص الدوري، ضبط السكر، وربنا يعين كل مريض سكري صراحة. لأنك أهم عضو في فريق الرعاية الصحية لتحافظ على سلامة عيونك وعلى صحتك بشكل عام، اتبع إرشادات الطبيب.